استاذه غاده تتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا استاذه غاده. ازي حضرتك يا شيخ؟ نعم وفضل الحمد لله. الحمد لله. معلش انا كنت اتصلت بحضرتك قبل كده بس الخط قطع عليا، معلش اكمل بقيه سؤالي. انا كان اللي قلت لحضرتك ان زوجي كان مقاطع اهلي وكده وعاوزني انا كمان اقاطعهم، فانا مش هقدر طبعا اعمل كده، وطبعا عايز اقطع امي خالص، يعني ما اروح لهاش خالص ولا اكلمها في التليفون ولا اي حاجه. انا متجوزه بقالي 20 سنه، تمام؟ معايا حضرتك؟ انا سامع حضرتك بس بس ممكن توطي التلفزيون تسمعيني من التليفون لو انا موطيه التلفزيون خالص، مش معلية التلفزيون خالص. تفضل. تمام. اما بالعلم ان انا متجوزه مع والدته، يعني معانا ما فيش نفس الشقه، يعني انا اللي بخدمها، هي كبيره في السن عندها 90 يعني سنة. يعني هي والدته معاكي في الشقه وهو طالب منك ايه؟ انا متجوزه معاها. وطالب منك هو متجوزني عشان خاطر اساسا كانت والدته كبيره في السن علشان اخدمها وكده. طب خليني، فانا عادي قبلت مفيش مشكله. خليني السؤال فين يا استاذه غاده؟ طب دلوقتي هو قطع ولادي من اهلي بقالهم 4 سنين دلوقتي. هو كان مقاطعنا 10 سنين كلنا، وبعد كده رجعنا شويه، وبعد كده رجع قاطعنا تاني، بس دلوقتي قاطع عيالي خالص بقالهم 4 سنين، ما بيروحوش يشوفوا اهلي خالص ولا ستهم ولا اي حد. طيب. ودلوقتي انا بيوديني كل فتره، يعني كل 3 4 شهور مره، وبتبقى فين السؤال يا استاذه غاده؟ انا فهمت كده كويس، فين السؤال؟ وقبلها خصم اسبوع. استاذه غاده فين السؤال؟ انا فهمت ده كويس قوي، فين السؤال؟ حلو. دلوقتي هو عاوزني اقطع امي خالص، بيقول لي انا يا احنا يا بيتك وعيالك ما ليس من حقي، ليس من حقي ان يطلب منك ان تقاطعي امك تماما، هذا مش من حقه، من حق ليس من حقه. تمام. انت لازم ما ينفعش ان هو يامرك بمعصيه. بيقول لي هم خراب بقى، هم هيخربوا. يا فندم اسمعيني لو بعد اذن حضرتك. خراب ليه؟ يعني ليه خراب؟ هو شايفهم كده. ما هو حتى لو ده هو يحكم البيت وتقعدوا مع بعض وتتفقوا، لكن ليس له ان يمنعك من امك ولا من ابوك عشان دوت نوع من انواع قطع صله الرحم، ولا يجوز له، لا يحق له شرعا انه يمنعك من قطع صله الرحم، الا اذا كانوا هم بيعملوا حاجه او ان هم ناس مشيهم بطال، ولا اعوذ بالله ربنا يحفظكم وما يكون ويبعد عنكم كل شر. اذا كان الامر كذلك هو متصور، هو محتاج ان هو يدير علاقته معهم، لكن هو لا يجوز له ان هو يمنعك من صله الرحم، وان دوت والعياذ بالله نوع من انواع الاعانه على الاثم والعدوان.